مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، واتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم، ويلا على الوصف. دقيق، إذا غير موجود دقيق الكيك بنستبدل الربع بالنشا. كاكاو مر والنشا هاي، الملح، أي نوع زيت متوفر عندكم، والحليب، وهان صفار البيض، هان السكر وبياض البيض. بنضيف بياض البيض إذا كبير 4، وإذا صغير البيض 5 حبات، نص البياض عن الصفار. نضرب بالخلاط حتى يتماسك. سكر بالتدريج، طبعا سكر أكثر بقليل من نص كوب بالتدريج، موجود العيار بالميزان. نوضع السكر بالتدريج ونستمر بالخفض. مثل ما انتم شايفين حتى يتماسك، يصير مثل الكريمة. شايفين كيف مثل الكريمة صار. نضيف صفار البيض، طبعا كله بدرجة حرارة الغرفة مثل ما اتفقنا، اذا كان صغير 5، واذا كان كبير البيض 4، نص البياض عن الصفار. نخلط قليل، مثل ما انتو شايفين. بنضيف بقية السوائل، نضيف حليب 3 معالق طعام 30 جرام، طبعا درجة حرارة الغرفة، والزيت من أي نوع زيت متوفر عندكم، 3 معالق طعام كبيرة 30 جرام. أنا بحط بالأوزان، بالمعلقة وبالكوب منشان أسهل عليكم، ولكن هو الصح دائما الميزان، دائما الميزان أفضل شيء. هان الدقيق، الدقيق إذا غير موجود دقيق الكيك نستبدل الربع بالنشا. ربع كمية الدقيق، برفع ربع كمية الدقيق وبوضع الربع نشا، نشا الذرة. وأنا استخدم الدقيق عادي، بوضع كاكاو خام معلقة كبيرة 15 جرام، وبوضع معلقة كبيرة فانيلا، فانيلة السكر 10 جرام، وإذا مش موجودة بنوضع السائلة، وملح نص معلقة صغيرة 3 جرام، وبنخل المكونات مع بعض. بنقلب المكونات حتى تنسجم. هي طريقة كتير سهلة، حضروا انتو المكونات بعدين اشتغلوا فيها، هي سهلة كتير. طبعا مثل ما حكيت انا استخدمت الدقيق العادي تبع الخبز، ورفعت الربع ووضعت ربع نشا الذرة. هيك بصير دقيق كيك الجلوتين فيه ضعيف، بكون دائما دقيق الكيك ميزته انه الجلوتين تبعه ضعيف. كيف بدك تعرف الجلوتين تبعه ضعيف او مش ضعيف؟ من البروتين، كمية البروتين اللي فيه هي بتحدد الجلوتين اللي في الدقيق. اذا غير موجود دقيق الكيك بنستبدل الربع بنشا الذرة، هيك بصير ضعيف مناسب للبسكويت وللكيك.
نوضع على ورق زبدة أو سمن أو أي مادة دهنية. وطبعا حجم الصينية أنا وضعته 38 و33 حجم الصينية. درجة حرارة الفرن 160 درجة مئوية تقريبا 30 دقيقة، ولكن لازم أنتوا تركبوها من فرن لفرن يختلف، لازم تركبوها. أنا شغلت الفرن من فوق ومن تحت على الرف الأوسط، ولكن تختلف الأفران. هيك أصبحت جاهزة. نجهز الشوكولاتة، نوضع ماء ساخن، نوضع 200 جرام شوكولاتة أو أقل حسب زوكو، ونوضع الزيت تقريبا ربع كوب. وإذا بدكم إياها تكون فيها ليونة أكتر الشوكولاتة، وضعوا نص كوب زيت. هيك بنقسمها نرفع الحواف ونقسمها ثلاث أجزاء. هي بدون بيكنج باودر. هل كنت نعمل الخليط زبدة وحليب وكاكاو مر ونشا وملح وقهوة سريعة الذوبان وفانيلا والحليب. نوضع حليب 4 كوب 800 جرام، نشا الذرة 1/2 كوب 70 جرام، كاكاو خام 1/4 كوب 40 جرام، سكر أكثر بقليل من 1/2 كوب 120 جرام، معلقة كبيرة فانيلا السكر 10 جرام، وملح قليل تقريبا سنة 1 جرام، قهوة سريعة الذوبان القهوة اللي بنستخدمها للنص كافيه، معلقة طعام 6 جرام لأنه هي خفيفة. نخلط مكونات مع بعض تقريبا 5 دقائق على حرارة متوسطة. الحرارة مهم تكون متوسطة وتقليب باستمرار من شان النشا والمكونات تدوب مع بعض. نوضع الزبدة آخر شيء 1/4 كوب زبدة، بعد 5 دقائق بنوضع الزبدة وبنقلب لمدة دقيقة واحدة فقط. بعد ما نوضع الزبدة بنقلب دقيقة واحدة. هيك أصبحت جاهزة. أنا بستخدم ممكن أستخدم أي وعاء متوفر عندي في البيت، هي إلها وعاء مخصوص عندي، ولكن أنا أصريت إنه ما أستخدم الوعاء المتخصص إلها من شان أنتو تستخدموا أي شيء متوفر عندكم، زجاج، حديد، أي شيء. أنا استخدمت حتى الورق، يعني علبة ورق موجودة عندي استخدمتها. أي وعاء متوفر عندكم استخدموه. أنا استخدمت الورق عشان أسهل عليكم، يعني فيكم تستخدموا أي شيء متوفر عندكم. هيك نوضع طبقة ثالثة، نوضع نسكب الخليط، نوضع الطبقة الأخيرة،
وهيك بنسكب الشوكولاتة. طبعا الشوكولاتة لوحدها فقط بنوضعها على ماء ساخن، الشوكولاتة لوحدها بتسيح، بنسيبها مع بعض، بنسيبها مع نفسها بتسيح لوحدها الشوكولاتة، مش محتاجة أي شيء. هيك أصبحت جاهزة، بنوضعها في البراد، بس خليها تبرد، بنوضعها في البراد أقل شيء 4 ساعات، أو لتاني يوم بكون أفضل. هيك تاني يوم وبنقطعها بالشكل اللي احنا بنحبه، ممكن اعملها مثلثات او اعملها مربعات حسب ذوقكم. انا مرات بعملها مثلثات ومرات بعملها مربعات، المربع بعمله مثلثين، المربع ممكن اخلي المربع كبير شوية واعمله مثلثين المربع، او مربعات صغيرة حسب ذوقكم. هي بتعمل كمية اكبر من هيك، ولكن انا قمت في الورق، مش هو كان صغير منشان اسهل عليكم بس، ولكن هي بتعمل كمية اكبر من هيك، بتعمل قالب اكبر من هيك بتعمل، وهي كتير كتير روعة وراقية جدا، نستخدمها بالفنادق الفاخرة. وانتظرونا دائما أشياء جديدة. في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. شكرا كثير لكم، أتمنى الاشتراك بالقناة، وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.